مباراة القادمة لفريق شبة القبائل واتحاد الجزائر في الجولة 18 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة. ملعب المستضعف في المباراة ملعب اسطاد 1 نوفمبر 1850 بتيزي وزو. توقيت المباراة سوف يكون في تم الساعة 4 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 5 بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة لقنوات النقل للمباراة، الموقع الرسمي لفريق شبة القبائل الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعم اللايك واشتراك القناة وتفعيل الخاص تترزت على الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.